والنهارده بقى معانا الوصفه الثالثه يا جماعه، اللي قلنا عندك خس وخيار وطماطم. بصي حرصوهم بشكل لطيف كده، خس في النص وحطوا الخيار والطماطم حوالين كده الحرف بتاع السيرفيس بتاعي. ودول حاجتين انا مستعمله جبنه فلامانك شرايح كده، هنقطعها شرايح، ممكن تقطعيها قطعي صغير لو انت مش حابه وتحطيها كده بشكل ايه يعني توزعيه. وده روستو يا جماعه، ممكن تستعملوا روستو فراخ او روستو ديك رومي اللي هو المدخن، يعني فراخ او ديك رومي مدخن، وتحطيهم برده بشكل لطيف. ممكن تقطعيها اصغر من كده، انا بحب اقطعه كبير. ومعايا كمان ايه حاجه بقى ترفع القيمه الغذائيه بتاعه السلطه وتديها شكل حلو، بيض مسلوق تحطه كده في الهركان عشان يبقى شكله لطيف معايا كده اهو. كده اديت بقى السلطه بتاعتي قيمه غذائيه وشكل جميل وطعم يجنن يا جماعه. بصوا بقى الدريسنج الفظيع الخطير ده، معلقه مستردة صغيره هنحط عليها، دي عصير ليمونه ومعلقه خل كبيره، معلقتين زيت زيتون كبار، فص ثوم مهروس واحد صغير، وده ربع ملح ورشه فلفل اسود. يعني حاجات كلها موجوده في البيت عندك، مش هتشتري حاجه من بره، كله مع بعضه كده اهو. بصوا نقلبه كده. على فكره يا جماعه الدريسنج ده بيبقى طعمه تحفه جدا جدا مع الخضار ومع بقى الحاجات اللي هي اللحوم البارده بقى والبيض والخس والحاجات دي. وتوزعيه بقى كده طبعا قبل الاكل بس بالظبط يا جماعه، نوزع بقى الايه الدريسنج بتاعنا على السلطه بتاعتنا. وكده عندك الخس والخيار والطماطم، عملنا بيهم اكتر من وصفه، هتلاقيهم عندك في البيج وفي اليوتيوب شانل بتاعه اكلك احلى مع مي فؤاد. ونشوف مع بعض طبق السلطه شكله النهائي. الف هنا وشفا على قلبكم، شكرا.